وللمزيد أيضا من المتابعة معنا عبر الهاتف النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب. بداية وبعد التحية، قراءتك لمجريات اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة بيان الحكومة حتى الآن؟ شكرا جزيلا للاستضافة، وبالتأكيد أيضا ما تفضل به يعني مندوب القناة في المجلس المتابعة. احنا اللجنة بدأت بالأمس، وكان أول جلسات اللجنة بالأمس كانت المجموعة الاقتصادية، اليوم ثاني أيام اللجنة. الجلسة الأولى التي بدأت الساعة 10 ومفروض تنتهي من عملها الساعة 2، الآن الساعة 3 داخلين على 3:10 ولم ينتهي عمل اللجنة. نجح حرص شديد من كافة الأعضاء والسادة الوزراء اللي حاضرين أمام اللجنة الآن في الجلسة الصباحية، وزير الصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى وزير قطاع الأعمال، بالإضافة إلى وزير الإنتاج الحربي. وواضح أن هناك قاسم مشترك ما بين الوزارات الثلاثة، فكرة التصنيع والإنتاج. التصنيع والإنتاج، وما تفضلت به في التقرير الذي استمعت به دلوقتي، أنه هو فكرة أن برنامج الحكومة الذي عرض على المجلس يوم الاثنين الماضي، وهو ما سلم لينا من التفاصيل، أنه برنامج 3 سنوات. احنا هناك حرص شديد واتفاق مشترك ما بين السادة الأعضاء أعضاء اللجنة في مداخلاتهم أن يكون البرنامج هناك مصفوفة زمنية ورقمية ثانوية للثلاث سنين، يعني كل سنة على جزء، بمعنى المستهدف بعد الثلاث سنين يديني مستهدفات سنوية عشان يمكن المحاسبة والرقابة والمراجعة، لأن يعني المجلس ما عندوش استعداد أن ينتظر لما بعد ثلاث سنين عشان أقيم جهد، لأن الأمور بتبقى يعني حصل مضاعفات وعوقات، على أساس أن المجلس من موقع المسؤولية يريد أن يشارك الحكومة المسؤولية في مراجعة سنوية لو أن هناك معوقات تحتاج إلى إجراءات قانونية أو تشريعية أو أي ارتباطات، وخاصة نعلم أن هذه الحكومة جاءت على خطة تنمية اقتصادية اجتماعية ووجهها المالي الموازنة العامة لمصر 24-25. هي الحكومة دي لم تشارك في إعدادها، لأن احنا عندنا تغيير حوالي فوق 20 وزير، من يعني معنى ذلك أن كافة الوزارات لم تشارك، يعني إذا صحيح في الاستاف اللي موجود في كل وزارة، لكن في النهاية يعني عندي خطة موازنة 24-25، الحكومة الحالية تطرح خطتها لمدة 3 سنوات، أنا في الثلاث سنوات مفروض نتحاسب على السنة الأولى وفقا لمعايير وأرقام، على أساس بمعنى الرقم العمالة والتشغيل والتوظيف الذي عرضته الحكومة خلال الثلاث سنين يديني مؤشر سنوي يقول لي أنا في السنة الأولى هحقق كذا، في السنة الثانية هحقق كذا، في السنة الثالثة هكذا، يبقى المحصلة النهائية تديني هل هو وصل إلى الهدف النهائي والمستهدف من الخطة الثلاثية أم من عدمه. هذا الأمر فيه إصرار وتمسك من أعضاء اللجنة أن يكون هناك برنامجا زمنيا، لأن أنا عندي حساب ختامي هراجع عليه، عندي موازنة عامة في أيضا السنة الجديدة اللي هي تبقى 25-26، وهتعتبر العام الثاني من عمر الحكومة أو من برنامج الحكومة، أحتاج عندي موازنة عامة وخطة تنمية. هذا الأمر، وخاصة ده كله عرضته الحكومة قبل كده وقالت إن أنا في ضوء خطة مصر 2030. بالإضافة إحنا أنا كممثل للهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تقييمي لأي خطة حكومية أو أي شغل في الخطة الاجتماعية والاقتصادية إن أنا حسابي معها يعني في مكافحة الفقر، لأن نعم. ارتفاع بند الحماية الاجتماعية، الحماية الاجتماعية وبرامجها المختلفة، أنا في رأيي أنها للأسف الشديد تكرس الفقر وتعيد إنتاج الفقر. إحنا محتاجين يقولي وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء معدل الفقر عندي كام، وفقا للتقارير وهو صادقة عندي إذا 35%، يقول لي أنا في السنة الأولى هستهدف إن أنا أنخفض. ده معناه سيادة النائب إن يعني بالطبع يعني هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة، إذن هل كان هناك مطالب اليوم وأمس أيضا بأن يكون هناك نوع من أنواع التنسيق والتشاور والمتابعة خلال المدى الزمني اللي حضرتك ذكرته منذ قليل؟
هو احنا لو رجعنا لبيان رئيس الوزراء امام المجلس، وعد وقال ان احنا برنامجنا سيستجيب لملاحظات المجلس، وايضا سيستجيب كمان ويضع في اعتباره مخرجات الحوار الوطني. وبعدين احنا عندنا وزير الشؤون البرلمانيه والاتصال السياسي المستشار محمود فوزي، يعني هو يعني قائم على تنظيم اداره الحوار الوطني وعنصر اساسي في يعني مجلس امناء الحوار الوطني، ولديه حصيلة ومخرجات الحوار الوطني في المرحله الاولى او في المرحله الثانيه التي تسعى الى انها تبدا فعالياتها. معنى ذلك ان هناك قدر من التفاعل وهنا المطلوب، ولذلك الجلسات الحاليه التي بين اللجنه الخاصه لاعداد الرد على بيان الحكومه حينما تعمل على مدار 10 ساعات حتى ادنى يوميا باستضافه كافه الوزراء كله في مجال اختصاصه على مدى كل يوم جلستين حتى يوم الاثنين القادم، معناها ان انا يعني في الرد على بيان الحكومه، واللي هتعقد جلسه يوم 21/7 يوم الاحد التي حددها السيد رئيس المجلس للرد على بيان الحكومه واتاحه الفرصه للساده النواب كل من اختصاصه او في موقعه ومن حقه النيابي ان يعقب على الرد على بيان الحكومه او يعلق على بيان الحكومه، سواء كان عضوا هيئه برلمانيه او نائبا نائب مستقل. هذا الامر معناه ان احنا متصلين في عمل متصل من هنا حتى يوم 21/7 اللي هو الاحد، الذي الجلسة العامة التي سيعرض فيها رد المجلس على بيان الحكومة، ويفتح الحوار من كافة الأعضاء ومسجلي طلب الكلمة للرد على بيان الحكومة، ومن ثم سيكون هناك قدر من الاستجابة. وهنا نقطة التفاعل، والتفاعل لأن احنا هنتحاسب فيما بعد، أنا طلبت كذا أنت استجبت ولا ما استجبتش، لأن هنا ده المعايير اللي احنا أرجو أن يكون هناك، خاصة البرنامج السنوي ضمن الخطة الثلاثية يجب أن يكون واضحا من قبل الحكومة حتى يسهل المراجعة، بدلا من الانتظار لأعوام ثلاثة وبعدين نقيم النتائج تكون عامل الزمن فات علينا وعامل الزمن خلص على رقابك. أشكرك شكرا جزيلا النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب.